ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما. ورجعت لكم في فيديو جديد عند البط اللي كان عنده مشكلة الافتراس، وهقول لكم في الفيديو ده ازاي انا قدرت ان انا اعالج مشكلة الافتراس ديت في 5 دقايق بس. وطبعا النتيجة التجربة كانت قدام حضراتكم عملي بس. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس للكل لو بتشوفوني لأول مرة، واعملوا لايك على الفيديو عشان الفيديو ده يترفع ويوصل لأكبر عدد من الناس. وان شاء الله في الفيديو ده هقول لكم ازاي انا قدرت ان انا اعالج مشكله الافتراس، وان البط يبطل ان هو يعض وياكل في بعضه بحاجه سهله وحاجه بسيطه هتتعمل في وقتها، وفي نفس الوقت هتمنع المشكله دي خالص. زي ما حضراتكم شايفين انا مسكت البط كله ولسعت له بقه، بمعنى ان انا جبت الولاعه زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو اللي فات ولسعت له الحته اللي هي في البق اللي هو العلو من فوق، اللي هي الحته السوداء اللي قدام حضراتكم دي لسعتها من تحت بس كده، ولا لسعه بسيطه. من وقتها والبط بطل ان هو يفترس وياكل في بعضه. عشان كده زي ما هتلاحظوا الفرق بين شكل البط في الفيديو اللي فات والفيديو ده، البط كله بقى انابيب ريش اهو، الانابيب اللي هي اللي قدام حضراتكم اللي في البط دي اهي، دي كده الريش بدأ ان هو يطلع من تاني. لكن البط دوت كان منحول زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو اللي فات، لكن الوقت البط كله بيكسر ريش قدام حضراتكم اهو، وبسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليه في الوزن حاجة، بسم الله ما شاء الله. البط ده داخل على الشهرين طبعا، البط ده ما فيهوش الا انتيتين وخمس ذكورة. انا عملت لهم ايه تاني؟ انا طبعا انا كنت بدأت ان انا اخلط لهم، بس الوقت طبعا انا لغيت كل اللي انا كنت عملته بسبب موضوع الافتراس اللي حصل عندي ده. طيب انا باكلهم ايه حاليا؟ انا باكلهم علف، علف شيشه بس، وطبعا املاح معدنيه، عشان كده هتلاقوا العلف لونه اصفر. فده لاني انا باكلهم علف على شيشه على املاح معدنيه، وطبعا بحط لهم برضو فيتامينات وهاء سيلينيوم في الميه علشان امنع مشكله الافتراس دي خالص. طيب انا باكلهم ازاي؟ انا باكلهم طاقه الصبح وطاقه اخر النهار، واهم من ده كله ان احنا نشبعهم. ليه؟ لان البط ما دام جاله افتراس لو جاع هيفضل يعض في بعضه. ليه؟ لان هو خلاص كده بيبقى عنده نقص كالسيوم، فهو اول ما بيجوع بيبتدي ان هو يعض في بعضه، وطبعا ده هنخش في يعني هتكمل مشكله الافتراس وهترجع لهم من تاني، تمام. فانا عشان كده انا بحاول ان انا اشبعهم بقدر الامكان، وبحاول ان انا ما اكلهمش العلف على تشيشه، تمام، لان طبعا العلف غالي فبخلطها لهم بدي شيشه. كنت الاول باكل علف على تشيشه على فول صويا على رده على صدف على عيش على الكلام ده كله، بس انا منعت ده كله. طب ليه؟ علشان ما اديش للبط بروتين عالي زياده عن اللزوم فيجيله اسهال، فانا طبعا مش هعالج حاجه واخش في حاجه تانية. فعشان كده انا حطيت لهم علف بس، علف شيش. فهي مشكله ان هو اي حد يجي له حاله الافتراس ديت، المشكله انا حليتها معاكم في نفس الفيديو اللي حضراتكم شفتوه، ان انا لسعت لهم بالولاعه الحته اللي فوق في بقهم بس، اللي هو لسعتها لهم حاجه بسيطه بس، مش حرقتها لهم، لا لسعتها لهم. طبعا ده تغنيكوا عن قص المنقار وعن الكلام ده كله، وهي حل يعني بيحل المشكله وازمه الافتراس دي في وقتها، في ان البط مش هيبطل ان هو يعض ببعضه. ومع ذلك انا رجعت لكم بعد 5 ايام الفيديو اللي انا صورته، البط بقى كله انابيب ريش اهو. طبعا لو كان لسه عندهم افتراس كان زمانهم جسمهم كله دم الوقت من انابيب الريش اللي في جسمهم ديت، بس الحمد لله الحمد لله انا قدرت ان انا اعالجهم. تاني حاجه انا عملتها لهم عشان اقضي على ظاهره الافتراس ديت، ان البط بيحتاج لمكان واسع، لان طول ما المكان ضيق عليهم البط هيفضل ان هو ياكل في بعض. طيب انا حليت برضو المشكله دي ازاي؟ انا الصبح لما بطلع ان انا ادي لهم طاقه العلف بتاعتهم، بعد ما بيخلصوها خالص بفتح لهم بيخرجوا على السطح بره في الواسع، يفضلوا يستحموا وينضفوا نفسهم ويجروا على السطح. وبرضو لو في اي شويه اكل بيت انا بحطهم للطيور على السطح هم بياكلوا منه، وبرجع تاني اخر النهار ارجعهم للمكان بتاعهم ده وبحط لهم العلف وباكلهم، وبحبسهم في المكان ده بالليل وبمشي هكذا طول اليوم. وطبعا اهم حاجه ان انا حاطط لهم الاملاح المعدنيه في الاكل علشان يوصل لهم الكالسيوم والاملاح اللي هم محتاجينها لجسمهم، لان طبعا الاملاح المعدنيه دي فيها كل حاجه البط محتاجه لجسمه.
والحمد لله الحمد لله هم شالوا معايا وزن وتقلوا معايا. طبعا اللي في النص الطويله ديت نتايه بسم الله ما شاء الله، شايفين حجم النتايه عامل ازاي؟ يعني لو كانت الدكوره دي كيسه ريش كان هيبقى حجمها ضعف النتايه دي، بس عشان خاطر مشكله الافتراس اللي جات لهم. يعني عندنا الدكر ده زي ما حضراتكم شايفين حجمه بسم الله ما شاء الله عليه، الدكر ده معدي ال 2 كيلو. يعني انا لما بشيله انا ببقى عارف وزن البط لما بشيله وعايله كده بايدي، فهو الدكر ده معدي ال 2 كيلو، فبسم الله ما شاء الله انا ماكل صح وماشي معاهم صح، بس هي مشكله الافتراس دي هي اللي جات لي عقده شويه. وطبعا الدكوره الباقيه اللي هي اللي بتشرب ديت بسم الله ما شاء الله حجمها برضه اهوت، تخيلون بقى كده اما الريش ده كمان يظهر في جسمهم. طبعا انا هفضل متابع معاكم وهوريكم شكلهم هيبقى عامل ازاي. طبعا البط دوت انا جايبه للذبيح، مانيش البط ده انا بسمنه، مش جايبه للتربيه وللرقد والكلام ده كله، برغم ان البط ده انا جايبه رقد، يعني عند صاحبه هو طالع لي رقد من عنده، بس انا مش هربيه كرقد وكنية، انا لا انا بسمن البط ده عشان البط ده هذبحه او هبيع منه على حسب ما ربنا يسهل، بس الاكيد اكيد ان انا مش هسيب البط ده عندي. مجرد ما ينشف كده الريش بتاعهم ينشف ويخلصوا تقفيل الريش انا هبتدي ان انا اذبح وهبيع اللي هبيعه منه، بحيث ان انا مش حابب ان انا اسيب من السلاله دي حاجه، انا حابب السلاله اللي عندي اكتر. يعني انا جايب دول للتسمين وبرده السلاله اللي عندي جوه انا هربي منهم للتسمين، همسك الذكوره وهربيها. الذكوره بالذات لازم ان احنا نحبسهم عن النطي، بحيث ان احنا هنربي الذكوره مثلا للتسمين والنطي هنربها للرقد، ده لو حابب ان هو يبقى عنده انتاج عنده. فاحنا ليه بنعمل الخطوه دي؟ بنعزل الذكوره عن النطي بحيث ان الذكوره اما توصل لسن البلوغ ما تبداش انها تكسر النطي، وبالتالي وزن الذكوره هيبتدي ان هو يخس معانا، لان الذكر لما بيكسر النتايه وزنه بيخس معانا. فعلشان كده انا ببتدي ان انا اعزل الذكوره عن النطي. طبعا دولت انا برضو انا هشوف في النتايتين اللي هما ديت النتايه اللي هي اللي قدام حضراتكم اللي في النص ديت، والنتايه اللي هي الصغيره اللي لسه ريشها بيطلع ده اهي، وهشوف معاهم ذكر ودولت انا هطلعهم كاسره للبيع. لكن وهي الاربع ذكوره الباقيين انا هاخد منهم ذكرين وهبيع منهم ذكرين. انا بحب ان انا اوضح لحضراتكم انا همشي ازاي بالظبط مع البط ده والطريقه اللي انا همشي بيها معاه. وبرده البط اللي هو الصغير اللي عندي والوز انا هوري لحضراتكم انا همشي معاهم ازاي، فتابعوني بقى بانكم تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا زر الجرس للكل عشان اي فيديو جديد انا هنزله يوصل لكم الاشعار بتاعه وتستفادوا منه، وتعملوا لايك على الفيديو ده عشان الفيديو ده يترفع ويوصل لاكبر عدد من الناس، واشوفكم في فيديو جديد على خير.